احنا من سنتين قاعدين بنعاني في مشكلة الروائح والزبائن اللي كل يوم قاعد بصير فيه حرائق. احنا قاعدين بنحكي مع البلدية، بتقول لك البلدية احنا ما عندنا مي نطفي الحرائق اللي هي بتصير هون بالزبائن. احنا بنطالب يعني بحل هاي المشكله اللي لها سنتين مش قادرين نخلص منها. لا 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 عارفين يجيبوا لنا حاويات، لا هم عارفين يجيبوا لنا مكب زي الناس. يعني احنا بدنا نخلص من هاي المشكله. بنعيش الله وكيلك في حاره عباره عن وباء صحي كامل. فيش نهائيا عمال نظافه جيدين، فيش مراقبين. الحي اللي احنا ساكنين فيه كله عبارة عن وباء، كل بيت قائم بذاته على مزبلة،